وعشان نعرف تفاصيل اكتر لازم نسمعها من منال. منال هتكون معانا على التليفون دلوقتي، هنعرف منها كل التفاصيل وهنتكلم معاها. يا منال الو. الو، ازيك يا منال، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، بخير. عامله ايه؟ الحمد لله. طريقتك حلوه جدا وانت بتحكي، الالقاء فظيع، مخارج الالفاظ حضرتك احنا اصحاب خلاص، مفيش حضرتك. حتى مخارج الفاظك تجنني. انت ازاي قدرتي تعملي كده؟ جبتي السكينه والرضا دول منين؟ والمجهود ان انا اشتغل على نفسي اكتر عشان اقدر احقق احلامي، فاكيد لازم اتعب قوي عشان اقدر احقق احلامي. السكينه والرضا دول بيجوا ازاي؟ بيجوا منين؟ علمينا. من الصبر طبعا والرضا بالقضاء، لان ده حاجه من عند ربنا، ده ابتلاء ولازم نرضى بيه. في كلتا الاحوال احنا مكملين، فلازم ارضى بيه عشان اقدر يعني اكمل واكون مبسوطه وراضيه. طب بقول لك ايه، اول مره شفتي نفسك كان بعد قد ايه؟ هو بعد الحادثه على طول، ما كانش ينفع، ما كانش في اصلا حاجه تؤهل ان انا اشوف نفسي في المرايات، ولا حتى في الازاز، ولا تشوفي في الموبايل، ولا كان عندك فضول؟ ما كانش في مجال كده، لان كان لسه الجروح ما التأمتش، فما كانش في مجال. بس الموبايل حتى بالكاميرا ما جربتيش تعملي كده ان انت حتى تبصي انه حتى سرقك؟ ما عملتيش كده؟ لا، كان طبعا كان نفسي اعمل ده قوي وعايزه اشوف نفسي جدا، بس ده كان ممنوع هناك علشان الحاله النفسيه طبعا في من المصاب ما ينفعش ان هو يبقى نفسيته سيئه عشان يقدر يتلقى العلاج بشكل افضل. طبعا. فلما خرجت ده عملته، بس طبعا اتخضيت جدا وخفت. حسيتي بايه بقى؟ لا انا عايزه اعرف، يعني اول مره كده شفتي نفسك كنت فين؟ كنت واقفه فين؟ شفتي نفسك في اي مرايه؟ اول يوم خرجت فيه من المستشفى للبيت، اول ما دخلتي اوضتك بصيتي في مرايتك على طول، حسيتي بايه؟ يعني وانت واقفه كده قدام المرايه قلتي ايه؟ حسيت بانكسار قوي. انا رحت فين؟ انا ليه شكلي اتغير قوي كده؟ انا كنت بدور على نفسي في المرايه، حاسه ان انا مش انا، شكلي اتغير جدا، وحاسه ان انا اصحابي والناس اللي اعرفهم مش هيعرفوني، وممكن يخافوا مني زي ما انا كمان خايفه من نفسي دلوقتي. كنت خايفه من نفسك يا منال؟ كنت خايفه من نفسي شويه، لان مش انا اللي واقف في المرايه ده، مش انا. بس بعد كده لما كنت بتكلم مع نفسي وبسمع صوتي، كنت بطمن ان لا، انا اتحبست جوايا، لا انا موجوده، بس انا هقدر اخرج نفسي من ده مع الصبر، مع الصلاه، مع التقرب من ربنا، مع الدعم بتاع اخواتي وبابايا، فرق معايا جدا وخلاني اقدر اقف على رجلي تاني. اخدتي وقت قد ايه عشان تقفي على رجلك تاني؟ بعد ما خرجت من المستشفى شويه، لما جيت انزل لتكميل دراستي وتكميل حياتي، حسيت ان الموضوع صعب، فرجعت تاني سنتين. حصل لك ايه في اول يوم جامعه؟ حصل لي، احكي لي بالتفصيل، انا عايزه اسمع كده بشاعه اللي بيحصل عشان الناس تعرف انه لما تيجي تقولي مثلا انه حد يقول طب انت بتنزلي من بيتك ليه؟ احنا ذنبنا ايه؟ نشوف المنظر ده ايه ده؟ ايه الوحاشه دي؟ ذنبي اللي حصل لي. ايوه طبعا، وازاي اصلا حد يقول لحد كده؟ يعني هو كده بيستبيح ان هو التنمر، بيقول لك انا اللي مش قادره استحمل اني اشوف كده، ان شاء الله ما نزلت انت. يعني كنت بتردي تقولي ايه؟ كنت بتعملي ايه؟ تعيشتي ازاي مع اليوم ده؟ كنت بسكت وبزعل قوي من جوايا، يعني كنت ممكن اعيط كتير قوي، وافضل كل يوم ارجع مع عياطه، بابا طب ما تعيطيش، طب احنا مش ده يا بنتي، مش ذنبك، ده قضاء ربنا ولازم ترضي بيه عشان ربنا يقدر. يعني الصبر ده حاجه حلوه قوي يا منال، وكان دايما يصبرني قوي في الكلام، يعني بيقول لي كلام يشجعني ان انا اخرج، بس ما كنتش بقدر اواجه قوي الناس، بيبقى كلامهم قاسي قوي، بيبقى كلامهم فعلا بيخليني ارجع البيت مش لو قلت لك اوحش كومنت او اوحش تعليق جالك كان ايه؟ سمعي الناس، خليهم يعرفوا هم بيوجعوا بعض ازاي. لو حد مثلا مش شايفني من وشي، شايفني من ظهري عاكس، اول ما يشوف وشي استغفر الله العظيم يا رب، لا اله الا الله، حياتي وقفت انا كمان. طب انت عرفت انا مريت بايه علشان تقدر تقولي الكلام الوحش ده؟ تخيلي وان اي حد معرض لده في اي لحظه، خلي بالك يا مال مش كبير على حد، اي طبعاً. حد معرض لاي حاجه من دي في اي لحظه، ده قضاء وقدر طبعاً. ده ربنا طبعاً. بيختبر صبرك وبيبتلي عباده، يعني بيديكي اصعب معركه، دي معركه صعبه جداً. جدا، مش اي حد يعرف يعيش بيها. قعدتي بعد قد ايه بقى قمتي بقى على رجلك قلتي لا انا هروح الجامعه؟ سنتين. يعني هروح الجامعه، ضيعت من حياتي سنتين عشان كلام الناس. سنتين بحالهم ضاعوا من حياتي، كان ممكن اقدر اخلص فيهم دراستي، كان ممكن اقدر ابتدي في احلامي اللي انا ركنتها. سنتين كنت قاعده في البيت ما بتعمليش اي حاجه يا منال خالص، غير ان انا اروح المستشفى لو في عمليه هعملها، في علاج، في علاج طبيعي بعمل كده. عملتي كم عمليه يا منال؟ عداهم صح؟ يعني انا عملت 27 عمليه في خلال 16 سنه، يا روحي. واخر سنتين دول وصلوا ل 37 37 عمليه بالليزر،
ليزر بالليزر اللي هو الفراكشنال ليزر والحاجات دي بتاعت التئام الجروح. طب منال لما بتشوفي صورتك القديمه بتقولي ايه؟ يعني دلوقتي انا شايفه واحده، انا شايفه قمر والله العظيم ما بجامل وربي يشهد، بس شايفه قمر، انا مش شايفه ان في اي حاجه. انا بقول الحمد لله جدا لان انا قدرت اتخطى المراحل دي كلها، لان المراحل دي كل مرحله فيهم كانت صعبه جدا وما زالت الصعوبه والله. بس دايما بقول الحمد لله راضيه بقضائك وصبرك عشان انا عايزه انول الجنه. الله، بصي الرضا والسكينه، شايفه الاختبار. طب ما فيش حد كان بيدافع عنك لما حد يقول لك كلمه ما تعجبكيش؟ كانش في اصحاب جدعان، ناس جدعان في الشارع؟ طيب لما ابتديت يعني اثبت للناس انا منال، انا موجوده، لا هتشوفوني، ابتدت الناس فعلا تشوف جوايا قوي ويشوفوا روحي قوي، ابتدوا يتعلقوا قوي. في ناس كتير قوي دعمتني، مديري في الشغل دعمني جدا، صحاب الشركه. انا عايزه اتكلم بقى جداً عن الناس اللي شافوا جوايا قوي وراح سمع كلام ابوه، وده اللي مزعلك. مش احنا بنزعل لما بيشوفوا جوانا وبنتجرد من كل حاجه ونبين لهم شخصيتنا الحقيقيه ونسمح لهم ان هم يخشوا في الدايره اللي احنا عاملينها لنفسنا او الهاله اللي احنا عاملينها لنفسنا، في الاخر يغزلونا. قلت له ايه لما عمل كده؟ قلت له اكيد اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، وانا هبقى الحد، انا الشخص اللي انت مش هيبقى لك فيه خير، فانا خلاص مش عايزه اكمل انا كمان، لان ده كمان من حقي. انت رفضتني عشان خاطر ظروفي او شكلي، بس ظروفي او شكلي دولت دي حاجات بتاعتك. رفضك ازاي؟ قالها لك ازاي؟ هو ما كانش قادر يقولها لان هو كان متعلق، بس طبعا قرارات الاهل كانت اصعب. فاضطر يعني يتكلم يومين ويخلع 10 ويرجع تاني عشان مش عارف يبعد، ده الحركه اللي احنا فاهمينها. ايوه بالظبط. ويظهر، طب تعالي ننزل نشرب قهوه، طب تعالي مش عارف ايه، في الاخر نتكلم شويه نعمل. طب ده خلاص، يعني ما بقاش في مجال ان احنا نماطل في الموضوع، خلاص الموضوع اتحكم عليه بالنهايه. بابا احرجك جامد لما جه البيت؟ بابا يعني احرجني فعلا. هو بابا اصلا ما بصش في وشي، ف يعني ايه؟ يعني كان قاعد بالمنظر، فاللي هو ايه ده انت جايبني فين؟ مع ان هو كان عنده علم وعنده خلفيه ان انا عندي ظروف. وما شافش صور قبل ما يجي عشان يجي يعمل كده في بيوت الناس؟ طبعا شايف. طب ومامته عملت ايه؟ اخواته؟ لا للاسف هو مامته كانت متوفيه. متوفيه، هو بس بابا اللي عمل كده. ما فكرتيش انك تكلمي بابا يا منال؟ تقولي له طب انت حكمت عليا كده ليه؟ يعني هقلل من نفسي قوي، وانا الحمد لله انا عارفه انه لا، انا ما ينفعش اقلل من نفسي قوي كده. جدع، ودي احلى حاجه فيك انك انت معززه نفسك زي ما بيقولوا. بالضبط. عندك ثقه بنفسك، عارفه انت مين. اكيد طبعا. عملتي ايه لما قالوا لك ان والدتك اتوفت؟ هو انا ما كنتش مصدقه، كنت حاسه ان انا من كتر الحاحي الشديد ان انا عايزه اشوفها وعايزه اطمن عليها. ما كنتيش حاسه يا منال؟ لا خالص، انا كنت دايما والله بدعي لها في كل اذان وكل وقت. كانت انا وخالتي كنا في نفس الغرفه مع بعض، كنا بنقعد ندعي لهم جامد قوي، لان احنا كنا شايفين احنا فينا ايه، فكنا بنتوقع هم كمان اكيد اتاذوا قوي كده زينا، ويمكن اكتر اللي هم فضلوا فتره اطول جوه. فكنا بنقعد ندعي لهم قوي ونعيط، واول ما يجي زياره لينا هم عاملين ايه؟ طب هم طمنونا. بابا يقول لي ماما تعبانه قوي يا منال، ادالها عملت عمليه وفشلت، منال ماما تعبانه قوي. كان دايما بيمهد لي ان في تعب، بس انا برضو مخي عمره ما وصل ان في موت. ما استوعبش. يعني في تعب بس عمره ما في موت. فكان صعب جدا ان انا استحمل او اسمع الخبر ده وتقبله، ما كنتش متقبلاه خالص. كل الباب ما يخبط ماما جت، ماما يا روح قلبي يا منال، ماما في مكان تاني ادعي لها، ماما محتاجه الدعوه دلوقتي يا منال، ماما دلوقتي في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه ادعي لها. فكان دايما بيصبروني بالكلام ده، كلام ربنا، كلام ربنا فعلا. ونعم بالله. صبرني كتير قوي طبعا قوي. اختبار صعب. طب اكيد لجأتي لدكتور نفسي ولا لا؟ هو ده كان فتره كنا لازم نبقى محتاجينها في فتره التأهيل النفسي. قلت له عايزه ايه؟ يعني كنت بتتكلمي معاه في ايه؟ كنت بتكلم معاه ان انا هو انا اللي حصل لي ده شيء طبيعي ولا انا، طب انا اعمل فيه ايه؟ طب انا اتحمله ازاي؟ كان برضو بيلهمني ان منال انت جواكي حاجات كتير حلوه قوي هنشتغل عليها قوي. ده انا شايفاه بقى، انت بقى ما شفتهاش، ده في حاجات تانية انا هقولها لك. في حاجات تانية هتكتشفيها مع الايام. انا عايزه اقول لك على حاجه حلوه قوي. انا اول ما شفت الفيديو كلمتهم. انا بدرس، بدي كورسات في اكاديميه. الاكاديميه اديتك منحه عشان تيجي وادربك راديو وتلفزيون، وانا مش هسيبك غير لما تبقي مذيع. عشان خساره ان حد زيك ما يبقاش مذيع. حد زيك يدي طاقه ايجابيه، يعرف يخلي الناس ازاي تستحمل وازاي تتكلم وازاي تعيش في بكره احلى، وما يبقاش مذيع.
انا بجد فرحت جدا، شكرا لحضرتك جدا. مفيش حضرتك، انا حتى وانا بدرسك انا سالي، انا بزعق وبفتري عليهم ساعات، عشان بصي مش هتاخدي الشهاده يا منال غير لما اكون واثقه ان انا دربتك صح وعلمتك صح ويشهد عليا ربنا، غير كده مش همضي على الشهاده. ما اعرفكيش. اول ما نبدا الكورس ان شاء الله، احنا خلاص بنحضر كورسي قبل رمضان يا بعد رمضان باذنك يا رب، هم هيكلموكي، وديتهم الرقم، وديتهم اسمك ثلاثي، وتوافق على المنحه، وانت معايا ان شاء الله. انت بتاعتي خلاص. ان شاء الله. انا عايزاكي بقى تبقي مذيعه. اكيد طبعا، وليا الشرف ان ابقى كده طبعا. قولي لي بقى عن كلمتك قدام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمتي ساعتها إيه؟ كان في خوف ورعب، بس كنت طايره من الفرحه. انا قدام سياده رئيس الجمهوريه، دي حاجه كبيره جدا. انا ده رزق عمره ما يجي في بالي. ايوه طبعا. الموضوع جه ازاي؟ كلموكي قالوا لك ايه؟ يعني ظبطتيها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ قعدتي تفكري في ايه؟ قلتي ايه على الستيج؟ كل حاجه. انت كنت في قدرون باختلاف، احكي لي كله كله. كنت في قدرون باختلاف كنجيم من الحروق، لان دي كانت حاجه صعبه جدا طبعا. ان انا اثبت بقى دلوقتي انا قدام رئيس جمهوريه مصر العربيه، فلازم اثبت وجودي، مش انا بس، انا وكل النجيم من الحروق. لان احنا كتير قوي ومحدش كان سامع صوتنا، محدش كان يعرف عننا حاجه، وقد ايه المعاناه اللي احنا بنعانيها، وقد ايه التعب اللي بنوصل له عشان حتى نقدر نعيش حياتنا اليوميه. فكل ده كان جوايا، وكنت عايزه اوصله يعني بشتى الطرق، ان انا اثبت للناس وللعالم كله احنا موجودين، احنا اهو، احنا لازم نتشاف. وفعلا لقيت سياده الرئيس، طبعا هو شافنا بقلبه قبل. جميل وحنين، وشفتي كان بيضحك جداً مع الاطفال ازاي، وواقفين مبهورين وواقفين فرحانين بيه على حنيته وطيبته، تحس ان هو اب غير ان هو رئيسنا. انا حسيت الاحساس ده، حسيت ان هو والدي قاعد قدامي وبيسقفني ويشجعني. حسيت باحساس جميل جدا، يعني انا بشكره جدا على الاحساس اللي وصلني. الله. وعلى دعمه وعلى مساعدته وتبنيه قضيتنا. فعلا فعلا انا بفتخر ان ده رئيس بلدي. الله. بفتخر بيه. واحنا كلنا، احنا كلنا طبعاً بجد، مش طبعاً. مش عشان هو رئيسنا وقائدنا وحبيبنا، لا احنا بنحسد عليه ربنا. بس كده والله العظيم، ما شاء الله اللهم بارك. عارفه دايما بنقول كده. بقول لك ايه بقى، تقولي ايه لكل بنت وكل ولد مروا بتجربه زي تجربتك، او لكل مصاب بالحروق؟ اكيد انت بتعملي كده دلوقتي صح؟ بتقويهم وبتقوميهم وتعلميهم طبعاً. لانه في لسه اطفال صغيرين يا حبايبي مش مستوعبين ده خالص، ومش متخيلين بشاعة العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي خالص. فعلا انا بقول لهم انا فخوره جدا بيكم، احنا فعلا ابطال. احنا المرحله اللي مرينا بيها دي عليها جزاء من ربنا كبير جدا. احنا نصبر ونكمل حياتنا، ما نوقفهاش، لان احنا ما لناش ذنب في اللي حصل. لازم نكمل حياتنا، ولازم ننمي مواهبنا. احنا عندنا مواهب وحاجات حلوه قوي نقدر ان احنا نخرجها للعالم كله، نقدر نندمج وسط المجتمع. احنا مش قليلين، احنا شأننا كبير، وقضاء يعني وقدرنا عند ربنا حاجه كبيره قوي، فاحنا لازم نكمل دوت وما نوقفهوش. انت جدعه قوي، ده انا بحبك قوي. وانا جدا مستنياكي جيلي ونقعد سوا واتعلم منك وتتعلمي مني. اكيد ان شاء الله. نورتيني يا حبيبه قلبي، ليا الشرف. انا اللي ليا الشرف بجد، ان يكون ليا تلميذه حلوه كده وروحها حلوه كده، وعندها السكينه والصبر والرضا والايمان ده كله. ربي يسعد لي قلبك، نورتيني يا منال. Bye-bye.